السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أستاذ أمين عبد الحسيب الدري. هنتعرف النهاردة إن شاء الله على مشروع الإشارة الضوئية أو إشارة المرور بشكل جديد جدا من خلال سكراتش. يلا بينا. هنبدأ هنا أول حاجة نختار إيه الخلفية الباك دروبس اللي إحنا عاوزينها. هنضغط هنا على الستيج الباك دروبس وأختار من هنا شوز أباك دروب وأبدأ أختار الخلفية المناسبة، وليكن خلفية مثلا النايت سيتي. طبعا ممكن احنا نكتب هنا في السيرش اهيت الخلفية او ديت، هاخد ديت مثلا، ادي الخلفية. انا مش محتاج طبعا الكائن بتاع الكات، حذفه وابدأ ان انا عاوز اعمل الايه اول حاجة اشارة المرور. طب اشارة المرور انا ممكن اعملها بطريقتين، ممكن ان انا اجيب صور جاهزة من على الانترنت للاشارات بتاعة المرور، او ممكن ان انا اعملها انشاء. فهدخل هنا في البنت او الرسام، اضغط هنا وابدا ان انا ارسم اشاره المرور بايدي. اختار من هنا الريكتانجل او المستطيل، وهخلي هنا اللون الفل لون اسود اهيت، وابدا اعمل اشاره مرور. هتبقى عباره عن مستطيل كده تمام، وبعد كده هسيب اضغط بعيد، بعدين ادخل جواه كده واعمل مستطيل تاني اللي هو القائم بتاعه اهي كده. طبعا هنا اهيت تبدا تظهر معايا اهيت الايه الرسمه. طيب هنا طبعا اشارات المرور زي ما احنا عارفين بتبقى مكونه من 3 ايه دوائر، وبالتالي هبدا اختار من هنا الدايره اهيت واعملها بلون ابيض مبدئيا. بعد كده هنبدا نغير طبعا الالوان بتاعتنا والمحتوى بتاعها. هنا طبعا الاوت لاين بتاعي ايه لونه اسود او شفاف. طيب هبدا ارسم، ادي الدايره الاولى. بعد كده هضغط على السلكت السهم هنا واختار كوبي واعمل بيست اهيت، وابدأ بالاتجاهات بتاعتي من لوحة المفاتيح او ان انا اسحب بالايه الماوس عادي ايا كانت الطريقة اهيت. طبعا انا بروح بتفرج هنا كده في المعاينة هنا وبتفرج على المعاينة اللي هنا. طيب بعد كده اعمل كوبي باست تاني او باست مباشرة، وهنا ابدا ان انا انزل اهوت. انا عملتها باتجاهات بحيث ان انا ايه تبقى معايا الايه الشكل يعني كويس. وممكن انا اروح جاي محرك كده لفوق كده سنه، وهنا برضو ممكن احرك هنا سنه كده، ابدا اشوف ادي الاشاره بتاعتي تمام. طيب انا تعبت في الاشاره ديت فمش هعملها اكتر من مره، فهاجي هنا على الكاستم او المظهر اللي انا عملته وابدا اعمل دوبليكيت، وابدا اعمل كمان دوبليكيت، يبقى عاد في 3 دبليكيت اهمت اللي هم الثلاث مظاهر بتوع الايه الالوان. ارجع هنا هقول ان المفروض ان انا عندي اول لون بيكون فيه فوق بيكون اللون الاحمر، وبالتالي هتبدا تختار الدرجه اللون الاحمر، وهاخد الفل واروح داخل كده على دي واعملها اللون الاحمر. طيب لما بيكون اللون الاحمر بيكون الاثنين التانيين ممكن نسيبهم على اللون ده، او ممكن ان انا اعملها لون يكون رمادي شويه كده. فاحنا ممكن نبدا نشوف اللون الرمادي ده معايا، ممكن تبقى بالشكل ده او ان احنا نكتم اللون شوية اهوت زي كده مثلا، او ايا كان اللون اللي انت عاوزه. ممكن ان انا اجيب من هنا دي كده اها تبقى بالشكل ده، واخد الفل اهو وانزل هنا اعمل كده واعمل كده. طيب ارجع على ديت، المفروض ان انا هعمل هنا اللون التاني، وارجع على ديت اخر مظهر المفروض نعمل اللون التالت، فانا قفلت الالوان كل مرة واحدة عشان ايه مش هرجع تاني. طيب هنا اللون التاني المفروض او الاشارة التانية المفروض ان هي برتقالي، وبالتالي هفتح دي كده اللون عشان يديني الدرجة اللونية كلها، وابدأ اختار من هنا اهوت الدرجة وليكن هي ديت اللي انا عاوزها. ابدأ ان انا اجي هنا اروح جاي صابب اللون هنا. طيب في التالتة اللي هو اللي تحت هيبقى الاشارة اللون، وممكن اعملها بدل برتقالي اعملها اصفر، وهتبقى هنا اللون الاخضر، وبالتالي هختار اللون الاخضر وابدأ اعمل الاشارة تمام. يبقى انا كده كونت الثلاث اشارات المرور بتوعي، احمر وبرتقالي او اصفر واخضر. طيب بعد كده هجيب كمان عندي عربيه، اجي من هنا من الشوز سبرايت واختار هنا وابدا اكتب عندي كار. طبعا انا عندي هنا في السكراتش 3 في ثلاث اشكال للعربيات، في عندي هنا ادي الكونفرب ديت 1 و2 و3
عربية الطعام والسيتي باص وكده. هنختار مثلا، هاخد العربية دي السيارة ديت وأبدأ أسحب عينها، أحطها مثلا في المكان وليكن هنا ده البداية بتاعتها. طبعا ممكن إن أنت تقلل الحجم بتاعها من هنا، خليها 80% مثلا. أهي تمام كويسة خالص كده. طيب هنا حطيت الإيه، إشارة المرور. تعال ندخل على إشارة المرور الأول. طيب بص معايا، أول كود أنا هعمله إيه، كود بسيط كده أقول له بص المفروض ان انت عندك ادي البدايه. طب هاجي هنا اقول له الايفنت، اول ما ابدا المشروع بتاعي، اول ما ابدا انا عاوز ان المكان بتاعها يفضل ثابت، يعني مكان اشاره المرور يفضل ثابت. وعشان كده انا عملت كاستم واحد او مظهر واحد، ورحت واخد منه دوبليكيت او مضاعفه عشان مش يبقى الدواير والشكل مره تخينه ومره رفيعه، او مره تبقى فوق مره تحت، لا عشان كده. طيب هاجي اقول له هنا داخل الفوريفر، اول حاجه عاوزها منك ان انت تحدد المكان بتاعك، يبقى هختار الاحداثي الايه، الجوتو اكس واي. طبعا الجوتو اكس واي انسحبتها بناء على المكان اللي انا موجه فيه الاشاره بتاعتي. طيب رقم 2 بعديها بقى، هاجي اقول له انا عاوز اول ما ابدا يكون الاشاره اللي هي الدايره الاولى الحمراء اللي هو الاحمر. يبقى هاجي هنا من اللوكس مظاهر واقول له سويتش كاستم تو المظهر الاول. احنا عارفين طبعا المظهر الاول كان اللون الاحمر، وبعد كده انا عاوز ان هي تقف في اللون الاحمر، وبعد كده تروح جاي عامله لي ان هو ايه اللون الاحمر، وبعد كده تنتظر مده وتقلب. بس انا مش هعمل ان هي اقول له مثلا ويت واقلب على المظهر الثاني ويت وقلب. لا، ده انا هخلي العربيه ديت تتحرك، وبالتالي هعمل اكنه مشهد كرتوني او مشهد تفاعلي، مشهد فيلم. تمام. طيب هعملها ازاي؟ هاجي هنا اقول له بص المظهر الاولاني اللي هو الايه، الاشاره الحمراء، بيبقى معناها ايه الاشاره الحمراء؟ ان انت توقف. وبالتالي هاجي هنا اقول له من الايفنت الاحداث اقول له برودكاست بس اشاره او رساله بعنوان توقف. يبقى اول ما تظهر الحكايه دي خلي العربيه تقف توقف. اوكي تمام. طيب بعد كده هقول له انتظر، وليكن مثلا ما بين كل اشاره واشاره هناخد مثلا ايه 5 ثواني. طبعا انت في الحقيقه هتاخد اكتر من كده. طيب بص بقى، راح اجي اعمل ده دبليكيت كله من اول المظاهر، اقول له بعد كده ادخل على المظهر الثاني، وبعدين برضو 5 ثواني. بس المظهر الثاني هيبقى ايه، توقف، هيقلب على اللون اللي هو الايه، البرتقالي. البرتقالي ده هيبقى عباره عن ايه بقى؟ ايوه تمام، هيبقى عباره عن النيو مسج، واقول له فيه هنا استعد ريدي، خليك مستعد. طيب لمدة 5 ثواني، وبعد كده ندخل على المظهر الثالث اللون الأخضر اللي هو الحركة، تحرك. يبقى هنبدأ هنا ناخد الكاستم 3 وأعمل هنا برودكاست وأقول له تحرك. أوكي يبقى أنا كده خلصت أهوت المظاهر بتاعتي الثلاث. أول ما أجي كده هبص ألاقي أهي الإيه أحمر 4 ثواني او 5 ثواني او حسب ما انت عامل، هيبدأ اللون التاني 5 ثواني بعديها يدخل على اللون التالت، وبعدين وهكذا تبدأ ايه متكرر. طب لو انا جيت اشيلها بالغلط كده اوتوماتيك ترجع ايه المكان بتاعها. طب بالنسبة للسيارة بقى، هاجي هنا اقول له بص استنى، اول حاجة حضرتك السيارة انا عاوز دي المكان الافتراضي بتاعها. وممكن واحد يقول لي ايه، لا انا هسحب كده لورا واخلي ديت مثلا بالشكل ده، دي المكان الافتراضي، مفيش مشكلة. يبقى هاجي اعمل هنا ادي عند البداية، عند النقر على العلم، وكليكت، إيه اللي يحصل؟ اذهب للمكان ده. وممكن حضرتك كمان إن أنت تعمله فوريفر، بحيث إن ده يبقى المكان البداية دايما أول ما تبدأ. أول ما تضغط على العلم ده المكان بتاعها باستمرار. تمام؟ وممكن إن أنت تسيبها من غير ديت، هي مش هتفرق يعني كتير معاك. طيب هنحطها كده وخلاص. هاجي أقول له هنا والله أنا كان عندي 3 رسائل. أيوة، اللي هو برودكاست توقف، برودكاست استعد، برودكاست ايه تحرك. يبقى هاجي اخدهم كده بالترتيب بتاعهم. هاجي اقول له هنا من الايفنت when I received، لما استلم توقف، لما استلم الرساله بتاعه توقف اقف. هعمل ايه؟ هقول له اقف. اقف فين؟ في مكان البدايه. وبالتالي هاخد ده الدوبليكيت اللي هو مكان البدايه واحطه هنا، بس مش اكتر من كده. هو واقف هيعمل ايه اكتر من كده؟ طيب بعد كده اقول له وين اي ريسيف، تعالى هنا كده
لما استلم منه رسالة استعد. استعد يعني ايه؟ يعني خل شغل العربية كده، خلي العربية مستعدة. طب هعملها دي ازاي؟ ايوه، كل اللي انا هعمله ان انا هاجي هنا من الساوند واروح مختار بلاي ساوند، وادخل هنا، ممكن ادخل هنا اعمل ريكورد تسجيل، او ادخل من الساوند فوق اهيت اصوات، وافتح القائمة دي شوز ساوند، اضغط عليها وابدا اختار صوت مثلا الايه، الموسيقى بتاعت الساوند. اختار مثلا السي 2، سي 2 هنا هختار الادي الصوت اهوت، ده صوت الايه، الزمارة بتاعت العربية كده، او كأنه ان هو بيضغط كده على الزرار عشان يبدا ايه، ينطلق او يستعد. يبقى اختار الصوت هنا وابدا اخد الكود واقول له هنا افتح القايمه واقول له انا عاوز الصوت ده. تمام كده الراجل عاد مستعد، مش فاضل معايا ان انت تقول له كلمه واحده. طب وقت ايه ولما يتحرك بقى؟ اخر معايا ريسيف، هقول له هنا تحرك. طب انا قلت له في حاله التوقف هتبقى بقيمه البدايه، في حاله الاستعداد هتعمل الزماره. طب في حاله التحرك بقى، اول حاجه طبعا اكيد برضه هيعمل صوت، بس هيبقى صوت مختلف. هفتح هنا ساوند واقول له هنا شوز ساوند، وهختار كار هوم، صوت اسمه كار هوم. ادي كار هوم اهو، تمام، واخليه يتحرك. يبقى افتح هنا واقول له كار هوم واخليه يتحرك. انا عندي الحركه دي بقى الى اكتر من طريقه. ممكن ان انا اعمل له موف، بس دي موف ده هيقعد يمشي حته وكلام. وممكن ان انا مش اقول له موف، لا اقول له احسن حاجه عشان اشوفه وهو بيتحرك، اقول له ايه، جلايد. جلايد يعني ايه؟ جلايد يعني اعمل انزلاق، والانزلاق ده بيساعدني على ان انا اشوف او اتفرج على الحركه. بس دي كده غلط، لا مش انزلاق كده. ده بص، انت هتبدا تسحب العربيه، تمام، اسحب العربيه اكنها ماشيه في الطريق، امشي بالعربيه وامشي بالعربيه. لعند مثلا هنا، او زي ما انت عاوز مثلا كده، تمام، او ممكن ان انت تكمل لاخر العربيه زي ما انت عاوز، الايه باللي يعجبك. وبعدين هروح جايب لايت، اقول له امشي لعند هنا. طب تعالى كده حضراتكم نبدا نجرب كده المشروع بتاعنا. تعالى نجرب كده ونبدا نعمل، ادي اللون الاحمر اهو، واقف العربيه واقفه، هيبدا يدخل، عمل الزماره بتاعت الاستعداد، يبدا يتحرك اهو الاخضر، عمل الزماره، وهيبدا العربيه ايه، ادي العربيه بتاعتي مشيت معايا، تمام. وهيبدا ايه، طبعا احنا عاملين الحركه مستمره، وبالتالي هو مستعد على شغل البرودكاست. اول ما يوصل له الرساله او بس الرساله يبدا يتحرك معايا، اهي تتحرك العربيه بتاعتنا اهي. طبعا ممكن احنا نطبقها على اكتر من عربيه، مفيش اي مشكله. وهنا طبعا برضو سرعه العربيه هنا بتقاس على اللي هو الجلايد هنا على كام ثانيه، وبالتالي هنا تبدا ان انت تعدل في عدد الثواني، فبناء عليه بتزود السرعه او تبطئ الايه السرعه. اتمنى اذا عجب حضراتكم الفيديو ما تخلش علينا بالاعجاب، اشترك معنا في القناه، تفعيل زر الجرس ليصلك من كل جديد. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.